مساءكم سعادة وسكر زيادة في برنامجكم كله بالمصري. كل واحد فينا ليه حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية وبكرة يجي شايل معاه أمل وحياة وسعادة وحب. النهاردة هنتكلم في موضوع يخص كل سيدات البيوت والسيدات عموما، لأننا معانا مايسترو وفنان الرشاقة دكتور محمد الشافعي، هيتكلم معانا في مواضيع كتيرة جدا. أهلا وسهلا يا دكتور، منورنا. أهلا بيكي، كيف حالك؟ معاك إيه؟ الحمد لله بخير. كل سنة وحضرتك طيب. منورنا طبعا النهاردة وسنة سعيدة على أخواتنا الأقباط وعلى كل المصريين. يا رب يكون سنة سعيدة جميلة إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. النهاردة هنتكلم عن إزاي يبقى يعني نحافظ على الدايت. إحنا بنعمل دايت، كلنا بنعمل دايت، محدش بيحافظ عليه. الاخطاء اللي بنقع فيها، بصي هي مشكلتنا كلها، كنا حتى بنتكلم مع بعض قبل الهوا، فكره اللي احنا عايشين في دايت. انا هخش دايت يومين ثلاثه اسبوع وهسيب الدايت، هعمل دايت يومين وهطلع من الدايت. هو دي المشكله، ده غلط يعني، ده في حد ذاته غلط. هو لا اما هنعمل نظام غذائي نقول عليه لايف ستايل لينا، اوكي، ونتعود عليه ونعيش عليه، لكن فكره اللي انا هعيش يومين محرومه من الاكل وهفضل اسبوع اللي بعد منه اكل براحتي واللي بعد منه يومين احرم من الاكل وبعد كده، ده اللي هو اليو دايت اللي هو طالع نازله، ده مش حاجه كويسه. يعني ده بيخلي اوان جسمك ياخد مناعه اكتر من موضوع الدايت. يعني بتيجي تعملي بقى دايت بقى بجد او تحتاجيه صحيا لاي حاجه تانية، تلاقي نفسك ما انتش عارفه تعملي الدايت او جسمك خلاص خد مناعه منه. لكن الافضل ان احنا نظبط حاجه اسمها لايف ستايل او نظام غذائي نقدر نعيش عليه فترات طويله جدا من عمرنا، حياتنا كلها ماشيين عليه وبدون اي مشاكل، وبناكل وبنشرب وبناكل كل حاجه وبناكل في اي وقت والدنيا متظبطه معانا، بس احنا محددين كمياتنا، محددين طريقه طبخنا، محددين حاجات كتير قوي في حياتنا، وتبقى دي اللايف ستايل بتاعنا. طب قول لنا 8 اخطاء، او يعني على الاقل 8 اخطاء بنقع فيها اللي هي بنسميها اخطاء الدايت الشائعه. يعني بصي مش لازم 8، ممكن اصلا يعدوا 200 خطا اساسا. خلينا في اول 10 اخطاء بنقع فيهم كلنا. يعني اول حاجه اللي انت اول ما تقولي عاوز اعمل دايت انت بتقللي كميه الاكل، اول حاجه، وديت اكثر حاجه غلط. دي غلط طبعا. هم قالوا لنا اتربينا كده، عايز تعمل دايت قلل اكلك. مش قلل اكلك، قلل اكلك بلا حساب، لا حسبه، لا حسبه. ان احنا زايد نعرف الاول احنا بنحرق قد ايه في اليوم، وبالتالي انا محتاج كام سعر في اليوم، فبالتالي اخلي اكلي على قد السعرات. دي خطا مشهور جدا. ما ضيعش سعراتي اللي انا عرفتها شرب، يعني ما ضيعش سعراتي في المشروبات، يعني ما اجيش طول النهار اقعد اشرب عصاير واشرب حاجات كتير قوي سعراتها عاليه جدا، تمام، واقول اصل ده انا بشرب عصير وضيعت مثلا لو انت ليكي 2000 كالوري في اليوم انا شربتهم عصاير. فبالتالي اي اكل هاكله بعد كده هتلاقي نفسك نفس الموضوع، حصل لك مشكله. ما تجيش تقوم ايه، لا ده انا النهارده لا لازم اخش بقى اعمل جيم والعب حديد واعمل مش عارف ايه واضغط على نفسي اسبوع وبعد كده افصل. كلنا بيبقى عندنا عزيمه في اول الدايت، بحس ان انت داخله، انا داخله انا هجيب بقى مشايه وانا هروح اشترك في الجيم 6 شهور مقدم وانا هعمل مش عارفه ايه وهعمل وهسوي وهنزل اشتري بقى اكلات كلها صحيه وهعمل مش عارف ايه. هو اسبوع بالظبط كده تتحول المشايه لشياله هدوم في البيت. بالظبط، هنحط عليها بالظبط كده محدش بيستعمل. ماشي، حاجات كتير بقى من هذا يعني خدي من ديت بقى وعدي كتير قوي، كل ده غلط. او نعمل دايت من غير ما نعمل تحاليل. الغده ساعات بتبقى مش لازم الغده بس، انت ممكن يكون وظائف الكبد فيها مشكله، يكون عندي سكر، انا مش عارف ان انا عندي سكر، اليوريك اسيد الاملاح بتاعتي عامله ايه، هل عندي مناعه انسولين ولا ما عنديش مناعه انسولين. يعني تنصح اللي هيعمل دايت لازم يكون عامل تحاليل يتاكد ان الوظائف عنده. اول حاجه ياخد بلعضه كده وينزل يروح لدكتور دايت يخسسه. تمام، زي واحد عنده شويه انفلونزا فبينزل يروح لدكتور عشان يعالجه. لا بياخد اي مضاد حيوي والله في البيت وكونجستال. ده مش صح. امال الدكاتره اتعملوا ليه؟ يعني الدكاتره اتعملوا سؤال، انت لما عندك الباب بيبوظ بتروح تجيبي نجار او الكهرباء بتحصل فيها مشكله بتجيبي كهربائي ولا بتروح تعمليها؟ لا ما هو فعلا حته الفتي في الدايت دي مشكله. طب ما هي اشمعنى في الكهربائي او في النجار بنجيب نجار او بنجيب سباك يعمل لنا المشكله؟ هو لما نيجي في صحتنا اللي هي اهم حاجه مش عاوزين نروح للدكتور. ده مشكله كمان. يعني حد سالني سؤال كده غريب، احنا عايزين الدكتور يقول لنا على اكلات تساعد على الحرق، هل فعلا في اكلات بتساعد على الحرق؟ بصي هو في اكلات طبعا بتساعد على الحرق وفي اكلات صحيه، بس هي الفكره كلها تناسبك
ولا ما تناسبكش زي بالظبط. يخش لك على الصفحه مثلا عندي على الصفحه على الفيسبوك او على الانستجرام تخش لك حالات مثلا يقول لك ايه ابعت لنا نظام دايت يا دكتور، ابعت لنا نظام غذائي، يعني دي حته ورقه تبعتها لنا. يا جماعه والله هي مش حته ورقه، والله ما انا مستخسر، ما انا بعمل انظمه مجانيه على 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 الصفحه بطلعها واديها للناس، بس هي دي بتنفع لجزء او شريحه معينه من المجتمع اللي هم ما عندهمش مشاكل. لكن تعالى بقى نتكلم مثلا في حاله عندها مشاكل، مثلا ذئبة حمراء، عندها ماتويد، عندها يوريك اسيد عالي، عندها ضغط، عندها سكر، عندها مشاكل روماتيزميه، عندها مش عارف ايه، عندها ام اس، عندها امراض كتيره قوي، عندها مشاكل في الكلى، اوكي. طب الحالات دي هتعملي فيها ايه؟ هل الدايت ده ينفع لها؟ لا ما ينفعلهاش. طب هل الواحده ديت سنها مثلا فوق ال 40 فوق ال 50 زي واحده عندها عشرينات؟ ما ينفعش. واحده طبعا عندها مثلا تكيسات على الموبايل وعندها مناعه انسولين عاليه. طب ايه تكيسات الموبايل ليها دعوه؟ ايه علاقتها بالدايت؟ علاقتها بالدايت؟ علاقه يعني اولا بيبقى من ضمن الاسباب الرئيسيه لتكيسات الموبايل بيبقى في مشاكل في الهرمونات، وسببها الرئيسي ان انت الوزن زايد. فتلاقي الدكتور يقول لك ايه؟ طب روحي خسي لك خمس ست شهور، خسي وتعالي هتلاقي نفسك بتحملي. مجرد ليه تخس؟ بتحمل. سبحان الله. بصي السمنه هي ام الامراض. مفيش يعني فصل ما بين السمنه وبين امراض الضغط والسكر هو بقى مرض العصر فعلا. هو مرض العصر لان احنا بقينا ناكل غلط، بناكل مش شائع كتير جدا. فاست فود طبعا. والفاست فود للاسف يعني انا اتكلمت في قبل الحلقه وادك مع المعيد كنت بتكلم معاه بقول له ان احنا تقريبا الدوله الوحيده اللي في العالم اللي احنا الفاست فود عندنا هو اعاده تدوير للزيوت. دي بقى مشكله خلينا نبص لها. احنا في العالم كله الناس بس المطاعم والحاجه بتستعمل زيوت هي الاول ما تستعمل، اوكي، وما تبوظ بتتمي ماشي او بتتحرق تتمي. انت في مصر هنا الزيوت اللي بتطلع من المصانع وبتطلع من مخلفات المصانع، بقول عليها مخلفات المصانع، بتاخدها شركات يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيها، ان الشركات تاخدها تعمل لها اعاده تدوير وتنقيه وتنظيف وتبيعها للمطاعم بقى الفول والطعميه والبرجر والحاجات دي كلها يستعملوها. وطبعا المطاعم يعني الا من رحم ربي يعني في بعض المطاعم المحترمه طبعا ما بتعملش الكلام ده، ولكن في مطاعم ثانيه بتدور على الربح الاعلى طبعا، فبتاخد حاجات معبيه مش متعبيه صح، وزيوت اصلا مستعمله قبل كده، اوكي، وتبدا تاخدها او تعمل مثلا سمنه نباتي او حاجه وتحرقها وتعمل لك فيها المقليات والكلام ده كله، واحنا بناكل ومش واخدين بالنا ان ديت امراض، تجيب امراض سرطان، تجيب سمنه مفرطه، تجيب تراكم دهون في اماكن معينه في الجسم. طب ليه ده كله بقى؟ ليه ده كله؟ فده قفه العصر دلوقتي السمنه. طيب في حاجه تانية، الناس كتير قوي تقول لك انا مش عايزه اعمل دايت وعايزه ابتدي اعمل عمليات نحت وتنسيق على طول، يعني تقول لك انا مش هعمل دايت بس انا هعمل عمليات. نتكلم بقى عن الموضوع من اوله. هو التنسيق القوام او نحت القوام هو بيبدا بكذا حاجه، يا اما جراحات، ودي مش تخصصي ولكن انا بقول الموجود، الجراحات اللي هي الموضعيه اللي هي زي شفط الدهون والكلام ده وتنسيق القوام. الخطوه اللي بعدها او نوع تاني منها اللي احنا ممكن نعمل نحت ده بدون جراحه، وده الاسلم والامن. تمام. شيء انا ممكن اعمله بدون جراحه ليه اعمله بالجراحه؟ اوكي، في بعض الحالات بتستسهل وعاوز تروح تعمل جراحه على طول، ولكن صدقوني تقريبا نفس الوقت، يعني هي الجراحه هتخش العمليه هتعملي وتشيلي وتشيلي كميه دهون من مثلا من منطقه البطن او منطقه الرجلين او كده، والشكل هيبقى كويس، وهتلبسي مثلا كرسي فتره طويله مثلا حوالي شهرين عشان الشكل النهائي يبان بعد 3 شهور او 4 شهور. يعني انت هتصبري 3 4 شهور بعد الجراحه عشان توصلي للشكل اللي انت تحلمي بيه، ده لو افترضنا ان ما حصلش اي مشاكل من العمليه. طب ما انت نفس المده دي يمكن اقل منها لو عملتي جلسات النحت الموضعيه هتوصلي لنفس الشكل تقريبا بتكلفه اقل وفي نفس الوقت بدون جراحه. اهم حاجه ان هي صحيا، اللي هو النحت الموضعي من غير جراحه صحيا افيد من الجراحه، من ان انا ادخل جراحه. النتيجه واحده، مفيش اي لا الجراحه ليها اعراض جانبيه الا المشاكل الجراحه، ولا النحت الموضعي سواء بالاجهزه او بالميزوثيرابي او بالكلام ده له برضه مشاكل جانبيه. اوكي، هو كلها بتبقى لها بعض الاحتياطات بتتاخد عشان نشوف المريض ده ينفع، زي بالظبط الدكتور مثلا لما يجي يبنج عيان ما بيشوف برضه مشاكل، عنده مشاكل تمنعه من البنج ولا لا. نفس القصه بالظبط، طالما هو ما عندوش مشاكل هتلاقي الموضوع الدنيا ماشيه كويس جدا، وبتعمل اشكال حلوه جدا وبنظبط الدنيا وبنعملها وبنلاقي ظابطين الشكل. ممكن تجي لك حد نحيف بس عنده اماكن ممتلئه كتير يعني في ناس تبص لهم تلاقي مثلا وزنه كويس مثلا 70 75 كيلو بس هي مثلا عندها المنطقه السفليه مثلا من عندها او الدراعين او البطن بس، كانت مثلا بتحمل وتولد والكلام ده كله، فتلاقي معظم الستات عندهم البطن او البطن السفليه مثلا عند الستات، معظم الستات تلاقيها 72 73 كيلو يعني وزنها مش اوفر
بس عندها مشكله، بس عندها بطن سفليه مثلا من انتقال الولاده والحمل والكلام ده، فدي دي نحت تتعمل. انا لسه بشيء. عندي حد بيسال ان هي والده قيصري 3 مرات، فعندها منطقه البكيني والارضيه لقمه منطقه من اثر كتر الجراحه، لان هي والده 3 مرات قيصري، فعندها المنطقه دي غير قابله لل لا بتتنحت عادي جدا، بتتنحت وبتيجي، بس بتتقيم الاول صح عشان تتنحت صح، عشان نعرف بالظبط محتاجه قد ايه، كام جلسه، وتاخد وقت قد ايه. اوكي، فلازم تتعمل عليها كشف مظبوط الاول، وبتعملها حاجه اسمها ان بودي، ونعرف نسب الدهون موجوده، ونعملها بعض شويه تحاليل، ونطمن من كل حاجه وبنعملها يعني نطمنها ان الدنيا كويسه وممكن تخسي وزي الفل وسهله جدا. يعني النهارده بصي مثلا احنا معانا حالات اهيت مثلا قبل وبعد اهيت، تمام، هي منحوته، يعني منطقه البطن كان عنده منطقه البطن جامده جدا، شوف المنظر بقى عامل ازاي، الدراعين عنده، يعني بصي شفت المنظر بقى عامل ازاي، اكنه كائنتين على فكره. المنظر ده 3 4 شهور، دي الطفله. يا الله، ده انت ما شاء الله اليوم حق يسموك المايسترو والله يا دكتور. دي طفله هي. انا عايزه اقول لك بقى اللي انا شفت لك صوره دي اللي استغربتها، ان انت كنت فعلا ممتلئ وخسيت. ده الحمد لله انا بقيت زي الاول، انا عكسك على الهواء ما شاء الله. انا اهو الله. لا والله يا لا 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 يا جماعه سيبوها شويه، ده دكتور محمد الشافعي يا جماعه. يعني انت كمان بديت انت تبقى مع نفسك على فكره، انت هتشجعني ان انا ابدا اعمل دايت. بصي يعني انا كنت برضه كنت 125 ونحت نفسي، يعني انا استعملتها على نفسي يا جماعه، هي امنه جدا، انا شخصيا استعملتها. ما احنا انا هعمل دعوه من خلال البرنامج يا جماعه، الجراحه عمرها ما كانت حل ابدا ان انا اشيل دهون واخد تخدير. احنا اكيد شفنا فنانين وناس عظام دخلوا عمليات. تمام. دكتور في حد بيتصل معنا تليفونيا. استاذه ساره. الو. الو. يا استاذه دعاء، ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك يا حبيبتي، منورني يا حبيبتي. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يسلمك. ازيك يا استاذه دعاء؟ منوره الشاشه، منوره الشاشه. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. ازاي ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ انا كنت عايزه اسال بعد اذنك يا دكتور، انا عندي مشكله حضرتك، انا والده واولاده قيصري، وبعدين انا كل ما افكر يعني كل ما احاول ان انا اخسس جسمي او ان انا اروح جيم وكده او اتبع مثلا اسلوب معين في التخسيس، فانا جسمي بيخس كله، بس حضرتك بطني زي ما هي. في حضرتك يعني عندك حل للمشكله دي؟ تمام ان شاء الله هنرد عليك حالا. ميرسي يا ساره لسؤالك، دكتور هيجاوب عليكي حالا. نفس السؤال اللي احنا لسه كنا متجاوبين عليه من شويه، بنقول هي البطن السفليه او البطن عموما لمعظم الوالدين قيصري او طبيعي بيحصل فيها المشاكل دي، نحت هو ده الحل الامثل. المشكله دلوقتي 90% بيولدوا قيصري، ما بقاش حد بيولد طبيعي. يقول لك لا هو انا اسهل لي وكده ومش هحس وكده، الناس كده بتستسهل. بس فعلا بعد ما بنولد قيصري وعن تجربه بيبقى منطقه البكيني اتدمرت، لان هي عضله واتقطعت بالظبط، فبدات العضله تضعف، فبدا يحصل الجدار بتاع المعده ما بيبقاش بالقوه بتاعته، فبالتالي يحصل البطن تطلع بسهوله. وان خست يفضل فيه ترهلات واللي هي بنسميها اللي هي ماكس والحاجات دي كلها. بالظبط. طيب ما دي كلها حاجات بتحصل. المفروض اصلا لو احنا هنتكلم صح، وانا عندي الحمد لله حالات عندها وعي كويس قوي في الموضوع ده، قبل طول فتره الحمل هي بتتابع معايا، يعني انا في الحمل انا بتابع حالات تقريبا 3 أو 4 مرات بيجوا لي اثناء الحمل، متابعه غذائيه عشان ياكلوا اكل صحي عشان ما يزيدوش اوفر. اي مشكله والله انت اتكلمت في نقطه انا عن نفسي هتكلم فيها، مشكله فعلا في اهالينا في الاكل. كلي انت بتاكلي الاثنين. لا غلط، بتاكلي الاربعه. طب ما مش فاهمه ايه. لا لا لا، فنلاقي نفسنا بعد الولاده زي ذلك 20 30 كيلو وهي اصلا طبيعي المفروض تزيد من 10 ل 12 كيلو. كيلو بالظبط ماشي، زي ذلك 30 40 كيلو. طب ليه؟ تمام. الحاجه الثانيه بيتابعوا معايا طول فتره الحمل، قبل الولاده بتابع معايا، بقول لها شويه تمارين وحاجات هتعملها مباشره من نفس يوم الولاده او ثاني يوم الولاده، دي بتساعد ان البطن ترجع مكانها. اوكي. بعد الولاده باسبوع او باتنين بتجيلي يا دكتور، ده احنا بعد الولاده يقول لك كلي فرختين مكان العيل واربع فرخات. لا لا لا، عشان انت يعني جبتي بيبي كلي، يعني بهدله يا دكتور. الحمد لله حالات كتير قوي متابعه معايا قبل الحمل وقبل قبل الحمل والحمل وبعد الولاده، ومتابعين معايا واثناء الرضاعه. الناس عندها وعي. واثناء الرضاعه بيتابعوا معايا، بيجي لهم لبن زياده جدا بيبقى كويس، وفي نفس الوقت وزنهم بيقل. تمام. وبترجع لوضعها الطبيعي في خلال 3 4 شهور بعد الحمل، بعد الولاده الله. بتلاقي بطنها رجعت مكانها والدنيا تمام وزي الفل ومفيش اي مشاكل، وهي بترضع والدنيا زي الفل مفيش اي مشكله. بنعملها اجهزه موضعيه، ما بنعملش بقى ساعتها ميزو سيرابي، لان الرضاعه ما ينفعش مع الميزو سيرابي، ولكن ممكن يبقى الاجهزه الموضعيه، وبنوصل للشكل اللي احنا عاوزين نوصل له بسرعه جدا،
وبتبقى زي الفل وما فيش اي مشاكل وبتكمل. عندي سؤال هنا، هو بس ده اعتقد ده راجل اللي ساله لي، انه عنده مشكله في الفقرات القطنيه، تمام، اخر فقرات في ظهره، فشويه هو اثر على رجله، يعني الفقرات القطنيه اثر التنمينة. ده نتيجه ان هو عنده كرش، هو جسمه حلو على فكره بس عنده كرش زياده عن اللزوم. طبعا انت اشهر حاجه في الستات ماشي، اما بتبقى حامل ظهرها بيوجعها. طبعا هو سبب الظهر وجعها ايه؟ كميه الوزن الزايد في الفتره في المنطقه القدامانيه بتاعه البطن، ده حمل على الظهر. يعني انت خدناها قبل كده في الرياضه في الابتدائي واعدادي، اللي هي الروافع والحاجات دي كلها، لما في وزن زايد او كرش قدام، تمام، فمركز الثقل بتاعك طالع لقدام، فمحمل الشد كله جاي من العمود الفقري من ورا، فانت مش قادره تشيلي، فالفقرات اتقصر. فده اللي حصل. بس بقى بقيه المشكله اللي هو بعتها، لان هي المشكله دي احنا انا بنتواصل طبعا، ففي بعض الناس قبل ما الحلقه انا بعد لها باسئله والناس بتبعت لي قبل، فبيقول ان هو اتجه لدكتور عمود فقري مش دكتور. ايوه، ما هو لازم هيروح لعمود فقري شيء طبيعي عشان يعالج له الفقرات، لان بدا بقى فيها مثلا قشونه او فيها غضروف او بيتعالج يا دكتور بقى له كذا سنه، هو بيتعالج، هو بياخد ادويه موضوعيه فقط للظهر، لكن هو الحقيقه المشكله عنده في الوزن. هتلاقي ده هتلاقي الدكتور العمود الفقري قال له روح خس، لازم هيقولها له. هو بيجوا في الاخر عندي بيقولوا لي، انا رحت للدكتور قلت له قال لك لازم تخس طبعا، وانا يعني احنا معانا هنا حاله هتشوفوها، تمام، فيديو برضو حاله كانت ظهرها بيوجعها وركبها بتوجعها، جت عندي، تمام، كان علاجها الاساسي انها تخس، لما خست كل حاجه بقت زي الفل. شفت الحاله دي مثلا؟ دي برضو كائن تاني، ده حوالي من كائن تاني، ده 3 شهور تقريبا، 3 شهور ماشي، كان ماشي معايا برضو نحت وكيتو دايت وكده، تمام، والدنيا كانت مظبوطه جدا معاه وبتحول. طب خس في قد ايه تقريبا؟ 3 شهور. 3 شهور بس؟ 3 شهور. احنا مش بنتكلم، احنا مش بنتكلم في نتائج 90 يوم يعني 90 يوم جابوا معاه من الاخر، احنا مش بنتكلم في نتائج محتاجه سنين. وده عمل نحت موضعي؟ عمل نحت موضعي لمنطقه البطن عنده، منطقه البطن ماشي. انا مش بحط في كل الاماكن، انا بنقي الاماكن، لان احنا مثلا ممكن ندي مثلا مهله اسبوعين ثلاثه وناخد مقاسات ونشوف الاماكن اللي عنيده في النزول هي اللي تتنحت. عندي مشكله ثانيه، بس دي مشكله شويه صعبه شويه، لان دي عروسه بقى، فبتتكلم ان هي في الدنيا عندها يعني هي اموره جدا، بس مشكلتها انها عندها اماكن شديده السمنه واماكن تانية نحيفه جدا. طبعا يعني عندها سوء توزيع للاوزان. سوء توزيع ده عاوزه تنسيق قوام. ده دي بص دي بقى بنعمل ايه، يعني مثلا بتجيلي ساعات بعض البنات او السيدات على داخلين على الجواز او كده، تقول لك اصلا مثلا عندي منطقه الاضداف صغيره ماشي، وعندها منطقه كرش عاليه جدا، ومنطقه افخاد زايده جدا، بس الاضداف صغيره فهي شكلها مش ايه، مش متظبطه. فدي مثلا لو انا جيت نزلنا البطن ونزلنا الفخدين هتلاقي الشكل اتسم بالظبط، هتلاقي ساعتها، لان بلاقي ساعات لما اجي اخد المقاسات الاقي مقاس منطقه الاضداف مظبوط، بس هو مشكلته ان من المنطقه اللي تحت منه واللي فوق منه زايده جدا فهو اختفى. اختفى طبعا، فبقى شكلها مش، فهنا نقدر هنا نقول يعني اسمه النحت، او اللي احنا كنا ماسكين لوحه وبنرسم عليها، يعني انا كنت ماسك لوحه كده، يعني حتى بتشوفه حتى في العمليات الجراحيه الدكاتره بترسم على الاماكن اللي هتشتغل عليها. بالظبط، تشتغل على ايه؟ هو اكنها لوحه، ما انت بتنحتي، انت بتعملي لوحه، اللوحه دي انا بعملها بقى موضعي بدون جراحه بدون اي حاجه. هتقولي على حاله انسانيه جات لك؟ يعني شوف مثلا الحاله دي، الحاله دي انا استغربتها، ممتلئه من فعلا من منطقه الفخاد والتحت يعني دي لما جات لي، لما تقعدي معاها في النص الفوقاني مسانه بيرفكت، جميله قوي، مفيش أي مشكله، تقف بقى تحت. وقالت لي انا عملت كذا ما دايت كتير سنين، كل اللي بيحصل انا فوق بنزل اكتر وتحت ما بنزلش خالص. تمام؟ على فكره دي نفس مشكلتي، على فكره هي مشكلتها شبه عندي. ده اتعمل معاها نحت نص تحتاني، نص الفقاني سيبناه لوحده واشتغلنا تحت. تلاحظي الناحيه الثانيه اللي تقريبا نزلت من تحت اسرع بكتير من فوق. انا عايزه اقول لك ان هي بقت كانها دي ام دي، يعني انا مش مصدقه اصلا، يعني انا يعني انا كدعاء لو حد قال لي يقول لها دي مامتك يا حبيبتي، مش انا بقول لك لدرجه يعني في ناس كتير بتقول على الفيسبوك يقول لي ده فوتوشوب، بقيت انزل الحالات تتكلم فيديو. ما هو ده الصح بقى، عشان بقى يثبت، اقول لهم يا جماعه والله العظيم ما فوتوشوب. ليه؟ وايه حضرتك اكبر مثال يا جماعه، ما دكتور محمد الشافعي يا جماعه اكبر مثال. خليني اتكلم بقى يعني بصداقيه، دكتور محمد الشافعي نفسه كدكتور تغذيه وعلاج وسمنه ونحافه، هو عن نفسه اشتغل على نفسه يا جماعه. ما احنا شفنا دكتور محمد في المهرجانات قبل، ولما شفناه بقى ينزل يتصور بقى انا ما شاء الله الله اكبر، نمسك الخشب ما شاء الله. لا، هو لازم اكون انا قدوه، يعني انا ضد مثلا الدكتور يطلع مثلا يقول ايه انا بزع شعر
ماشي، وهو اصلع. يعني انا ضد الفكره دي. شفت دي طفله، دي حبيبه 12 سنه ما شاء الله، من حاجه و80 كيلو وصلت 53. الله اكبر ما شاء الله. ماشي. لا لا ده انا حط بقى كمان القصايا النفسيه دي، بقى ممكن نفرد لها حلقات، القصايا النفسيه وازاي ان انت ممكن السمنه تعمل لك مشاكل نفسيه. يعني طفله تبقى منطويه في المدرسه، بيتنمر عليها كتير جدا من اصحابها. التنمر ده بقى ماشي، يتنمروا عليها عشان هي تخينه، فهي بقت مش عاوزه تروح المدرسه، بقت تحصيلها في المدرسه ضعيف. هي مش هي مش خايبه، هي شاطره، ولكن هي كرهت المدرسه وكرهت صاحباتها وكرهت المنطقه اللي بتتنمر عليها فيها. النهارده منظرها، المنظر ده على فكره خد حوالي 4 5 شهور، ما خدش فتره طويله. النهارده اتحولت انها بقت طفله شاطره جدا، محبوبه كمان، محبوبة. يبقى ليها اصحابها، بقت عملت، بقت طاقه ايجابيه لكل صاحباتها في المدرسه وللمدرسين بتوعها كمان، ما شاء الله. من الاوائل. تمام. حاله الانطواء اللي كانت عندها، مامتها كانت وصلت لمرحله موديها لدكتور نفساني، خلاص ما عادش محتاجه. تمام. ما شاء الله. كل ده لمجرد انها خست. طبعا عالجنا نفسيا وعالجنا سلوكيا وعالجنا كل حاجه من مجرد ان هي قست. انا عايزاك تديلي حاله لزوجه كانت جايه لك مثلا هتنفصل او حاجه، ولولا انها عملت دايت واهتمت كتير دنيتها مشيت بقت كويسه. بص كتير، وعندي بقى حالات التانيه اللي انفصلوا بالفعل. تمام. وخست بعد وما خست جوزها رجع لها. والله العظيم. لان شافها شكل تاني. طبعا. فهو اللي راح دور عليها. كتير. عاوز اقول لك النص تحت، النص التاني ده، لان بص ساعات الستات كتير قوي بتبقى في المرحله اللي هي قبل الانفصال مش مصدقه الموضوع الانفصال، مش متخيله اللي ممكن جوزها يسيبها علشان شكلها مش كويس، مش قادره تستوعب او مش قادره تصدق، لحد ما يحصل الانفصال. وده اسباب انفصال كتير جدا في اسر، من ضمن الاسباب الرئيسيه للانفصال جسم الزوجه مش كويس، فالزوج مش مبسوط. طبعا. تمام. بعد ما تنفصل وتعرف ان ده، او تعترف بينها وبين نفسها ان سبب انفصالها كان بسبب جسمها، فتلاقيهم بيجوا لي يخسوا. بعد ما بيخسوا 4 5 6 شهور تلاقيها جايه تقول لي يا دكتور انا مثلا عزماك، او ده دعوه هرجع لجوزي تاني. مش او تتزوج من واحد تاني. تمام. انا اقصد يعني بتبدا تكمل، بتبقى الدايت ساعات طريق حياه. تكمل. هنطلع فاصل ونرجع مع دكتور محمد الشافعي ونتكلم في موضوع الدايت. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني مع دكتور محمد الشافعي وموضوعاته الشيقة جدا اللي هتخص كل بيت، واكيد هتخلينا نفكر في الدايت بشكل مختلف وشكل صحي اكتر، وشكل يخلينا نداوم على الدايت، لان الدايت يا جماعة اسلوب حياة مش يومين وخلاص. وارجع للاكل الغير صحي، لان من الاخر الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يشعر بيه الا المرضى. رجعنا الموضوع تاني يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. هنتكلم بقى، انا عايزه تقولي ايه الاجهزه اللي ممكن نستخدمها في نحت القوام. بصي نحت القوام احنا اللي هو بنشتغل بدون جراحه، بنلم اجهزه موضوعيه زي تجميد الدهون، زي اللي هو الكرايوثيرابي او التجميد، ماشي، او الكافيتيشن او الليزر الموضعي اللي هو الليزر البايت. ايه الكافيتيشن؟ طب الكافيتيشن ديت موجات صوتيه زي السونار اللي بتعمله اي واحده حامل او كده، فعشان كده تعرف اللي هو اصلا مش بيعمل اي مشاكل، كانت بتعمله على البيبي اصلا، فبالتالي مفيش منه اي مشاكل. تمام. ولكن هو بويف لينس بيبقى اعلى شويه، قوي شويه، ده بيكسر الدهون الموضعيه. ديت الاجهزه الموضعيه في كتير قوي، في اكتر مثلا من يجي 20 30 نوع من انواع الاجهزه الموضعيه. تمام. ودي بتختلف من مكان لمكان على حسب الكواليتي بتاعتها، كواليتي الاجهزه نفسها، عشان كده تطلع لك نتائج احسن. اوكي. اما الميزوثيرابي بقى ده الحقن الموضعي. تمام. الحقن الموضعي دي حقن موضعيه مكتشفه من سنه 52، يعني تقريبا احنا بنتكلم في 70 سنه دلوقتي. 70 سنه ما شاء الله. فبالتالي عدى عليها اختبارات كتير وابحاث كتير قوي، في منها بقى الامريكي، في منها الاوروبي، الحمد لله احنا بنستعمل مثلا في المكان. طب ايه احسن نوع ميزوثيرابي ممكن ست اللي تقول انا عايز استعمله، فانت تنصحها بايه في الميزوثيرابي بالذات؟ هو هي بتبقى شركات مختلفه، ولكن احنا هنتكلم في التصنيع عشان ما نتكلمش بس اسم الشركه، عشان ما نعملهاش مثلا اعلانات معينه او حاجه. ولكن نتكلم مثلا التصنيع الامريكي او الاسباني او الفرنسي، دي من الحاجات اللي هي الهاي كواليتي. في بقى حاجات لوكال محلي او صيني او كده، ديت ما بتبقاش الكواليتي بتاعتها ما بتبقاش كويسه. يعني نبعد عن الصيني خالص. بتبقى الكواليتي مش كويسه. تمام. فبالتالي نتائجها ما بتبقاش كويسه. دكتور عندنا مداخله، استاذه امل عايزه تسال حضرتك. اهلا وسهلا استاذه امل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم الدكتور؟ تمام. معلش حضرتك ممكن تقفلي التلفزيون الاول عشان بس الصوت طالع معانا. معلش. حضرتك
ايوه تحت امرك يا استاذه. ممكن بس يا دكتور اسالك بس الالبان والحاجات ديت بتسخن يعني؟ بصي الالبان حاجه تانية. طب السؤال تاني غير الالبان؟ يعني لما يعني بليله حاجات من دي. تمام، في اي اسئله تانية غير الموضوع ده؟ ربنا يخليك، شكرا. تحت امرك. بصي شكرا شكرا يا استاذ. ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، اللي ممكن مشروبات. طبعا اللبن صحي طبعا، مليان كالسيوم وفيتامينات والكلام ده كله، فيتامين دي والكلام ده. ممكن تكون بتحب اللبن بزياده، لو هنشربه كوبايه لبن في اليوم وتبقى خالي الدسم او نص دسم، ده صحي مفيش منه مشاكل. لكن انا اشرب طول النهار 2 3 لتر لبن واقول اصلا انا هخس. انا عايزه اقول اللي امل قالته ده حصل لي انا بقى لما سافرت الصعيد فتره، فاكتشفت ده هي اكيد يعني اكيد من يعني الصعيدة. محافظات اكتشفت ان انا بفطر 3 كوبايات لبن. ازاي؟ يعملوا لنا اللي هو القمح باللبن وبعدين بالليل. لبن بسكر وبعدين بالليل قشطه وفطير وعسل. طيب ما ده لا كده كده خلاص، ويقول لك ده ستي دايت، ده هو في انت بتاكلي حاجه دي لقم. لقم ايه؟ والله كانوا يقولوا لنا دي لقم. لقم ايه؟ يعني لقم، يعني هتاكلي لقمتين ثلاثه يعني. دي الفكره، اللي احنا النهارده بناخد لبن كتير في اليوم ومنتجات البان كتير في اليوم، هي صحيه ولكن هي كترها غلط. طب ما احنا نتكلم مثلا ان الفاكهه، ما الفاكهه صحيه ولكن لو انا قعدت في اليوم كلت لي مثلا 3 4 كيلو موز هتخن. انا عملت كده والله. انا واحده اقول انا بتخن ليه وانا بعمل دايت؟ ما انا باكل فاكهه، ما الفاكهه اصلا بتندرج تحت النشويات. بص بتندرج تحت لسه النشويات، يعني زيها زي الرز والعيش والمكرونه. يا نهار ابيض. طب انا مره والله العظيم جبت سباطه موز وقلت انا هعمل دايت موز. ممكن نعمل دايت موز وكل حاجه مفيش فيه مشكله، ولكن بكميه بسيطه، كيلو مثلا في اليوم. حطها والله في الصاله. لا 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 بصي رايحه جايه عليها. اقول لك على مثال سهل قوي، احنا امه واسطه. يعني ايه؟ يعني ناكل كل حاجه متوسطين، بلاش الاسراف. ما يبقاش لبن هشرب في اليوم 2 3 لتر لبن، جبنه هاكل كل يوم نص كيلو جبنه. خليكي متوسطه، خدي من كل حاجه ولكن بكميات معقوله. طبعا. هو ده الهدف. تمام. نرجع تاني بقى للموضوع كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل، اللي هو الاجهزه. ايوه الاجهزه اللي هي بندخل فيها بتساعدنا على النحت القوام وتنسيقه. ما زي ما قلت لك الاجهزه قلناها تمام، ولازم تكون برده الكواليتي بتاعتها والتصنيع بتاعها يكون حاجه محترمه عشان تجيب نتيجه محترمه. الميزو السبب احنا قلنا برضك عليه، لازم يكون تصنيعه محترم، واللي يكون اللي بيعمله يكون دكتور كواليفايد وشاطر. تمام، عشان هو زي ما قلت لك احنا بننحت اكني ماسك لوحه وبرسم فيها، فلما اجي مثلا احقن مثلا ان هو هتحقن في منطقه، فالمنطقه اللي تحقنها هي اللي هتتشال. تمام، فبالتالي اكني ماسك لوحه، اكني ماسك زي سكينه بشيل حته معينه من مكان. هناخد فاصل يا دكتور ونرجع تاني نكمل موضوعنا عن الاجهزه ونحت القوام. فاصل وانتظرونا مع الدكتور محمد شافعي، واوعوا تروحوا في اي حته يا جماعه، مستنيينكم. ورجعنا لكم تاني مع دكتور محمد الشافعي وموضوعات الدايت، وتابعونا. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. هتكلمنا عن اللي هو الحقن الموضعي. تمام، الحقن الموضعي زي ما اتفقنا مع بعض قلنا لازم يكون برضه دكتور شاطر هو اللي بيحقنه. تمام، بيستعمل منتج كواليتي بتاعته عاليه. تمام، عشان يجيب نتيجه كويسه. له بعض الاحتياطات بنعملها في شغلنا احنا بقى، يعني شغلنا نفسه، ناخد مقاسات كويس قبل ما نعمله، ناخد القرار كويس، نبقى محددين المده للحاله كويس، يبقى الحاله عارفه ان النتيجه مثلا بتبان في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع عشان ما تجيش تزهق بعد اول حقنه او ثاني حقنه. فحاجات كتير قوي لازم مثلا بتتمشى خفيف. ما هو انت بتتكلمي في بروتوكول متكامل، لو هي عملته عملت جزء منه بيبقى النتيجه مش كويسه. يعني هي راحت عملت عمليه شفط دهون وما لبستش الكرسي مثلا فتره كويسه وما مشيتش، النتيجه ما بتبقاش كويسه. معلش يا دكتور تقريبا. الو معايا مداخله. الو مساء الخير استاذه دعاء. مساء الفل، مساء النور. عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذه خلود؟ الدنيا كلها منوره الشاشه كلها يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ويعزك. معاكي دكتور محمد. دكتور اهلا يا دكتور محمد، ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك يا منوره. ازي حضرتك؟ الله يخليك. كنت عايزه بس اسالك بعد الولاده وكده، يعني طبعا انت عارف ان بعد الولاده بيبقى في سمنه وترهلات بعد الولاده، فظهري واجعني جدا تمام من بعد الولاده تمام، فمش عارف، وانا وزني 95 كيلو، فكل ده طبعا مأثر على الظهر. احنا طولنا قد ايه؟ تمام، طولك قد ايه؟ طولك قد ايه يا استاذه؟ طولي 160. تمام تمام، هو كل ده مأثر على الظهر، يا دكتور يعني يا ريت حضرتك تنصحني كده. حاضر. اعمل ايه؟ حاضر، عينيا الاثنين. اخس ازاي؟ لان انا فعلا محتاجه اخس برضه. عينيا الاثنين، حاضر.
ميرسي يا استاذه خلود. استاذ دكتور محمد هيجاوب على نفس الكلام. احنا بنتكلم في حوالي 20 كيلو زياده تقريبا. ماشي. فال 20 كيلو دوت عاملين لها مشكله في ظهرها، وبعد كده هيعملوا لها كمان مشكله في الرجليه. عندها ترهلات يا قليل كمان بعد الولاده، ترهلات دي مشكله لازم تانية. بص لازم تتحرك من بيتها، تروح لدكتور يخسسها. فكره اللي انا هخسس نفسي والفكره اللي انا هعمل كل حاجه لوحدي ما ينفعش. لازم موضوع دكتور. الظهر مشكله تانية. ما هو انت بتعالجي حاجه بحاجه، لازم تخسي الاول عشان الدنيا تظبط. دكتور معلش انا عايزه اوري للناس حاجه، فيديو مهم جدا، تابعونا يا ريت ونتفرج عليه، وبعد كده هتعقب عليه يا دكتور. يا ريت نطلع نشوف الفيديو. والله انا معاك بقالي 3 شهور مش اكتر، وكنت جايبه اشتكي ان في الم في ركبتي والتهاب في عظمي كله، لان انا كان على طول ما بعرفش انام من الالتهاب اللي في العظم. وكنت جايه اعمل مع حضرتك علاج طبيعي، وسالت حضرتك ان انا عايزه انزل وزني، مع ان انا سني 54 سنه. انت ما حدش يقول سنه على الاقل. عادي خالص ما بيهمنيش. فالدكتور قال لي لا عادي نعمل مع بعض نظام الدايت، والحمد لله الحمد لله. انا نزلت مع الدكتور حوالي 13 كيلو او 14 تقريبا. تقريبا صح. 14 كيلو، ودلوقتي انا بحس ان انا لا عايزه اكل، ولو كلت كميه صغيره ببقى شبعانه جدا، لدرجه ان انا حاسه ان انا معمول لي تكميم للمعده. وفعلا انا لما سالت الدكتور وبقول له دلوقتي انا حاسه ان انا زي ما اكون حاسه ان انا عايزه ارجع معين الكميه اللي واكلها قليله، فقال لي احنا كده يعتبر عملنا تكميم طبيعي، ودي حاجه طبعا بسطت الدكتور جدا ان انا وصلت لها. طيب والحمد لله. يعني قولي لي احنا كده ثبتنا الوزن النهارده، احنا خلاص بالتثبيت، احنا حتى تثبيت. انا بقالي اسبوعين الدكتور مديني فري، وفي نفس الوقت وزني ثابت ما اتغيرش، بل بالعكس انا ممكن اكون نزلت يعني جرامات، بس برضو الحمد لله ما طلعتش يعني وزني معليش. فالحمد لله الحمد لله انا مبسوطه جدا مع دكتور محمد، وربنا يكرمه يا رب. انت بصراحه ربنا يعني واجهه كويسه جدا بامانه، عملت اللي عليكي وكسرت كل اللي بيقولوا ايه اصل محدش بينزل، اصل الدايت صعب. انا خايفه كمان من السن ان انا ما احرقش الحمد لله هو صغرني 20 سنه. والحمد لله. بص يعني كان مضى من ضمن الحاجات اللي كانت بتعملها عشان رجليها وظهرها والوجع اللي كان فيه. لا الحمد لله. لا الحمد لله انا دلوقتي ما فيش الكلام ده، ما بشتكيش منه. انا كان بيجي عليا اوقات ما بنامش، لازم اقعد بتاع ساعتين ثلاثه لولا ما اخد مسكن وسوري يعني ادهن مراهم عشان اعرف انام من الم ركبتي وظهري. لا الحمد لله انا بصي الحاله دي عاوزه تعليق كتير قوي. رجعنا لكم تاني يا دكتور، ايه رايك؟ بصراحه بنشكر السيده الجميله اللي كانت معانا. بصي اول حاجه نتكلم فيها هي قصه تقول لك ايه اصل السن، الناس يقول لك اصل انا سني كبير، اصل الحرق بتاعي في السن الكبير مش هيخس. اولا انا عندي حالات حاجه و70 سنه 79 سنه، في حاله بتتابعها احنا 79 سنه، وفي حالات اصغر منها واكبر منها بيتابعوا تمام وبيخسوا. هو مجرد ما تفكري انك هتعملي دايت هنخس، مفيش اي مشكله. نصيحه، لان احنا في اخر البرنامج هتدي نصايح لسيدات مصر العظام، عظيمات مصر، امهات مصر، عايزه كده تقول لهم نصيحه امشوا في الدايت او يعملوا ايه عشان يبقوا بصي مفيش حاجه اسمها عائق قدام ان انت تبقي شكلك حلو، صحتك حلوه. خلينا نتكلم في الصحه النهارده. مدام سيده كان سبب النزول اساسا بالنسبه لها كانت الصحه، بعد ما نزلت تمام وبقت صحتها احسن وبقت جميله، بقت جميله ما شاء الله، وحست ان وشها خس وشكلها الدنيا بقت احلى، بقت جميله ما شاء الله، وسنها قل تمام، بقت صحتها كويسه. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. كل امهاتنا الفضليات كلهم احنا بنقول لهم مفيش حاجه اسمها توقفك عن اللي انت تعملي نظام صحي او نظام اكل صحي تعيشي عليه وتعيشي بدون امراض. تمام، ده اهم حاجه. اشكرك جدا يا دكتور، وبشكر حضورك معانا ونورتنا جدا في برنامج كله بالمصري. وارجع اقول انا ست كيرفي وعاجبه نفسي، لعمري قلت انا عايزه اكون اليست او حتى نانسي، لكن انا هقول لكم صحتك صحتك صحتك، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، لا يشعر به الا المرضى. ربنا يبارك فيكم امهاتنا، وانتوا اذا كنتوا نص المجتمع فانتوا كل المجتمع فعليا. وتابعونا ان شاء الله في حلقات جديده وبرنامجكم كله بالمصري. باي باي.